Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can be addicted to a certain kind of sadness.
الشخصيه. انا الكابتن محمد الصوفي مدرب عام منتخب مصر للشباب والناشئين السابق وكان في كاس عالم للناشئين وحاليا المدير الفني للبراعم بتوع نادي هليوبوليس. يمكن مين من اللعيبه المميزه عندنا في الفريق كنت بتابعه بقالي فتره من بدايته اول ما جه مدرسه الكوره عندنا. لعيب من اللعيبه المميزه جدا، عنده مهاره كويسه وعنده سرعه وخفيه حركه ولعيب تفكيره في الكوره كويس جدا جدا، وده كان من الناس اللي انا اهتميت بيهم خصوصا ان انا كان بقالي فتره ماسك الموجودين في مصر كلهم في البطوله واشتغلت فتره مع مستر مالو وشوفيه. فالحاجات دي كلها شايف شفت ليه وحسيت ان هو فعلا من اللعيبه المهاريين الكويسين، ولو في اهتمام بيه ده ممكن خلال السنين اللي جايه هيبقى من اللعيبه المميزين جدا نظرا للموهبه بتاعته وفكره في الكوره بالنسبه لسنه الصغير. فانا ان شاء الله شايف ان هو متفائل ان هو فعلا يبقى من اللعيبه الكويسه لو فعلا خد برنامج كويس في الفترات الجايه، خصوصا لسه مرحلة سنية هو لسه سنه صغير، فاعتقد ان هو لو الفترة الجاية دي اشتغل كويس واشتغل في منظومة كويسة وخد خبرات اعتقد هيبقى من خبرتي الكتيرة قوي حوالي 25 سنة في التدريب، وكان عندي لعيبة كتير لعبوا منتخبات مصر الناشئين والشباب. فانا اعتقد ان هو فعلا ممكن في خلال السنين الجاية لو اشتغل في منظومة صح يبقى من اللعيبة المميزة. شكرا يا كابتن. شكرا. شكرا.